هل في تغذيه خصوصي لمرض الالزهايمر؟ موضوعنا اليوم مع نتالي ياري. صباح الخير نتالي. صباح الخير ستيفاني. موضوع بهم كتار من العالم. صح. لانه هذا المرض صار شائع وما عم نلاقي له حلول، و يلي عنده مرض الالزهايمر ما بحس، ولكن يلي حواليه بيتعذبوا لانه بيشوفوه هيك وما عم فينا نعمل شيء يعني. صح، اكيد مرض الالزهايمر هو من كم سنه كان بس كانوا الاطباء يشوفوها عند الاشخاص المسنين، ولكن في كثير اشاير هالمرض هيدا بتبلش قبل. واكيد العلاج الشخص اللي مصاب بالالزهايمر هو في علاج اكيد، وفي نظام غذائي لازم يتبع. يعني شخص مصاب بالالزهايمر هو شخص يمكن بياكل قليل، عنده سوء تغذيه لانه يمكن بفكر حاله انه اكل، او بالعكس بينسى انه اكل. في اشخاص يمكن بيصير عندهم زياده وزن من وراء مشكله الالزهايمر، مشان هيك المتابعه مهمه عند الاشخاص اللي المتابعه الغذائيه اكيد عند الاشخاص اللي عندهم الزهايمر، كرمال المشكلة هاي ما تأثر سلبا على غير اشياء بصحتهم. هلا اليوم موضوعنا هو اكثر مش بس لكيف نعالج الالزهايمر، لانه في كثير بعد دراسات ناقصتنا تنقول انه هيدا حتميا ممكن انه يساعد او ممكن انه يؤخر شيخوخه هالخلايا، خلايا الدماغ او الذاكره. ولكن اللي اليوم انا بدي ركز عليه هو كيف فينا من خلال نظام غذائي متوازن سليم. صحيح سليم، وشو هي الدراسات اللي توصل لها العلم تنشوف كيف فينا قدر المستطاع اذا نحن معرضين كيف فينا ناخر هالمشكله هاي، واكيد شو هن العناصر الغذائيه اللي هلا الدراسات عم بتركز عليها. منبلش اول شيء واهم نقطه هي مشكله الكوليسترول، مشكله ارتفاع الكوليسترول، مشكله زياده الوزن وعلاقتها بمرض الالزهايمر. الدراسات فرجت انه في علاقه بين نوع معين من الهايبرلايبيديميا. هلا ما راح نفوت بتفاصيلها لانه يمكن هيدا منه من اطار هالحلقه هاي، ولكن في نوع معين من ارتفاع الدهون بالدم اللي لقوا انه الاشخاص اللي عندهم هالاستعداد الجيني لهالمشكله هاي كمان عندهم استعداد انه لاحقا يصير عندهم مشكله الزهايمر. مشان هيك مهم انه وقت اللي نحسن من هالنسبة الكوليسترول ممكن، عم بقول ممكن، انه كمان ناخر مشكلة او ظهور هالمرض هيدا. هلا نقطة أساسية كمان، الدراسات فرجت انه الأشخاص اللي ما كان عندهم نسبة معدل السكري ثابت معرضين اكثر من غيرهم انه يكون عندهم مرض الالزهايمر. هلا ما عم نقول انه السكري كل الاشخاص اللي عندهم سكري رح يعملوا الزهايمر، ولكن عم نحكي عن دراسات مثل ما قلت بالاول، بعد في كثير يعني بدنا بعد كثير دراسات، ولكن انا عم بعطي شو توصل له العلم. دونك مهم كثير بما انه هدول اشياء لقينا انه في علاقه، ليه ما بنجرب قدر المستطاع انه نضلنا محافظين على معدل سكري سليم، ننتبه على نظامنا الغذائي، لانه النظام الغذائي للسكري منه بس انا وقفت سكر ومش الحال، في الوزن له دور كثير مهم، في اكيد نسبه الدهون بالدم، يعني كل شخص بيقدر يحسن الدهون بالدم من خلال تغذيه سليمه وعلى المدى الطويل مش بس لفتره معينه، ممكن انه يحسن من نسبه او معدل السكري ومخزون السكري، هو شخص بخفف الريسك انه اذا عنده معرض أكثر من غيره لهالمشكلة هاي إنه بالعكس تتأخر أكثر ويمكن تصير أخف. هلا إذا بدي أدخل على شو هن العناصر الغذائية اللي ممكن، والدراسات فرجت إنه بتحسن من نوعية المساجات اللي بتقطع على الدماغ، وهو هيدي مشكلة الألزهايمر، في أسيتيل كولين، في كتير اشياء نيورو ترانسميترز مهم انه نساعد هالشخص اللي عنده الزهايمر انه هالمساج اللي بده يروح على الدماغ يكون واصل بطريقه سليمه. ومن اهم العناصر الغذائيه هي الدهون.
وخاصة الدهون الأوميغا 3 اللي موجودة بالسمك، اللي موجودة بالمكسرات، الموجودة بزيت الكانولا، موجودة بالفلاكسيد أو ببزر الكتان. هيدا النوع من هالأوميغا 3 دراسات فرجت أنه الأشخاص اللي بيتناولوا 3 مرات سمك أو حصص من هالأوميغا 3، أكيد في معين في كمية معينة من هالدهون هاي لازم نتناولها كرمال تنقدر نكون عم ناخد احتياجاتنا بهالدهون هيدي، لقوا أنه الأشخاص اللي بيتناولوا هالدهون بشكل منتظم وعلى فترة طويلة معرضين أكثر أقل باردون من غيرهم أنه يدهور عندهم أو تدهور مشكلة الألزهايمر، وحتى كمان غير مشاكل مثل الديمنشيا أو الخرف إذا فينا نقول. شو الفرق بين الألزهايمر والديمنشيا؟ يعني كثير عم نسمع مش ذات الشيء تقريبا، هني منهم ذات الشيء. هي الألزهايمر نوع من الخرف، أكيد في عدة أنواع خرف. الخرف منه هي بشعة كلمة الخرف، ولكن هيدي ترجمتها صح. الديمنشيا في عدة أنواع، منها الألزهايمر وحدة من هالأنواع هي الألزهايمر. هلا أكيد تفاصيل عن هالمرض هيدا. ديمنشيا أخف من الألزهايمر. الديمنشيا هي عائلة مشاكل يمكن بينسوا أو حتى يمكن في أشياء بالحياة اليومية ما بيعملوها بطريقة سليمة بينسوا أو يمكن بيعملوها غلط. والألزهايمر هي نوع من هالديمنشا، من هالعائلة الديمنشا. هلأ كم مرة بالأسبوع سألتيني؟ أكيد ناكل سمك وأوميغا. هو إذا بدنا نحكي عن السمك لازم ناخد 3 مرات بالأسبوع حصة من السمك اللي بتحتوي على الأوميغا 3. ايه يعني بركة اليوم الاشخاص اللي عم يحضرونا بقرروا ياكلوا سمك. هيدي مقليه مشويه مع شويه زيت. اوكي اوكي. اكيد الجوز بيحتوي على نسبه مهمه من الاوميغا 3. ما ننسى انه بيحتوي على كمان دهون، سو مهم كثير هون توازن الكميات اللي عم ناخذها. 4 حبات جوز، هي الكمية بالأحرى هي 2 حبات جوز بتعطي ملعقة زيت. وقت اللي نحن بدنا ناكل صح نصين؟ لا 2 حبات يعني جوزتين. 4 يعني أنا يعني بس 4 لأنه دايما ننسى بتقصيهم بالنص. أوكي. يمكن هيك أحد بيفكر حاله عم ياكل كمية أكثر. أكيد مهم إنه نتناولها. هلا السمك بضل فيه نسبة أفضل من الجوز بالأوميغا 3. نحن وقت اللي عم نحكي إنه 3 مرات بالأسبوع، عم بقول أنا إنه 3 مرات سمك بالأسبوع حصة حصة حصة. أكيد وقت اللي نزيد زيت بيحتوي على الأوميغا 3، وقت اللي بناخذ مكسرات بصير فينا نخفف كمية السمك اللي عم ناكلها. بنتقل كمان هلا ستيفاني للمطيبات والبهارات والهيربز اللي اندرسوا وشاف الدراسات هلا عم تشتغل اكثر شيء على بعض انواع من البهارات والمتبلات اللي لقوا انه ممكن انه تبطئ من الحدوث او من تطور مشكله الألزهايمر. هلا برجع بقول هون بعد هالدراسات بعد ما فينا نجزم نقول يعني انا اذا اكلت هالنوع من البهارات او هالهيرب خلص رح اتحسن. الكميه بعد مش اكيدين من قد ايه الكميه اللي لازم بس نستهلكها، بس ولا بنصحه ولا بضره يعني. اكزاكتلي بالضبط. سو فينا ناخذ منهم. مزبوط. من اهم هالمطيبات او هالاعشاب اللي اندرست ولقوا انه في نتيجه ايجابيه مع مشاكل الألزهايمر هي العقد الصفراء، الكركما. ونحن شفنا الكركما قدي مهمة بمكافحة سرطان الثدي. في لكن العقد الصفراء يعني دايما هلا إذا عم نعمل سيادية خلينا نحط شوية يمكن عقد صفراء مع الرز، عم ناخد سمك وعم ناخد كركما أو عقد صفراء، بنكون عم نحسن من نوعية. بنحط بالصفوف كمان. أكيد بالصفوف، بس نخفف سكر لأنه بدي أحكي هلا عن علاقة السكر بالألزهايمر. وأكيد إذا فينا نشوف في السفران أو السفران عادة هيدا كمان بيلون المأكولات، بيعطي نكهة خفيفة. هلا صحيح يمكن أغلى من غيره، وهنا بدنا ننتبه إنه يكون عن جد سفران مش غير نوع من مش تورمريك مزبوط مطحون يعني. دونك كمان السفران الدراسات فرجت إنه ممكن إنه يحسن من تطور الألزهايمر. القرفة
عن جديد. القرفة مهمة جدا، وفي نوع من العشبة اللي هي من عائلة النعنع الميليسا أوفيسيناليس، كمان دراسات فرجت انه ممكن انه تساعد، وكمان السوج او السيج كمان هي نوع من الأعشاب اللي ممكن انه نستعملها بطبخنا، والدراسات فرجت انه ممكن انه تبطئ من تطور مشاكل الألزهايمر. كنا عم نحكي عن السكر قبل، وكنت عم بقول انه في علاقة بين استهلاك عالي للسكر والإصابة بمرض الألزهايمر، لانه ما ننسى انه وقت اللي معدل السكري يعلى كتير، حتى اذا نحن ما عندنا مشكلة سكري ممكن هيدا يأثر على كيف هالدماغ عم بيشتغل او كيف هالمساجات عم توصل للدماغ. مشان هيك هيدا اذا بدك يمكن سبب اضافي تنخفف من استهلاك السكر بأكلنا. دونك تخفيف السكر بخفف من تطور الألزهايمر أو ببطئ من تطور الألزهايمر. سو هذه يمكن نقطة إضافية كرمال تنخفف استهلاك السكر. الشغلة كمان ملفتة هي عم نحكي كنا عن الدهون وأهمية الدهون خاصة الغير مشبعة، وكمان في فيتامينات معينة الشخص هاللي بده يتجنب الألزهايمر مهم انه يكون عنده معدلة بالجسم مهمة، اللي هي الفيتامينات مثل الفولات مثل الفيتامين A والفيتامين E. وهون شغلة مهمة تنمتصهم أحسن لازم ناخدهم مع زيت، سو ما نخاف من الزيت، نستهلكهم مع هال مثلا مع الهندبي مع الروكا، لأنه منصير عم نمتص هالفيتامينات بطريقة سليمة، وبالنهاية تغذية متوازنة بتضل ضرورية لو شو ما كان كرمال جسمنا ما يعوزه شيء، وقدر المستطاع نتوقع المشاكل. شكرا ناتاليا على المعلومات. نرجع نشوفك بكرة على راد مشاهدينا، وقفة وبعدين نكون مع أي ويتنس.